مشاهدينا الكرام، حركة ثقافية مصرية جديدة، حركة لها مكتب تنفيذي. لأول مرة يكون هناك ذراع تنفيذي لفكرة ثقافية. يسعدنا أن نتعرف على هذه الحركة، وضيفنا الأستاذ جون فريد، عضو المكتب التأسيسي لحركة علمانيون. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بداية يعني احنا مش هنتوقف عند علمانيون، لان فيها جدل كتير وفيها يعني لبس كتير وسوء فهم كبير، لكن بالنسبة للمواطن العادي، ما الذي تقدمه له العلمانية كحل او كمخرج لمشاكله اليومية؟ هو مبدئيا احنا لما بنتكلم عن المشاكل، اغلب الظن انه المشاكل دي مشاكل اقتصادية، بمعنى انه مشاكل الحياة اليومية اللي بيقابلها المواطن من الاقتصاد، ومش ممكن نبتدي ابدا باي اصلاح اقتصادي اذا كان العقل نفسه معطل. اذا كان عقل المواطن معطل مش هيحس باي تحسن في حياته اليوميه. فاحنا اللي بنقدمه للمواطن هو اسلوب تفكير يحسن من حياته، وبالتالي ينعكس حتى على الاقتصاد وعلى تحسن مستوى حياته. اذا كان هو عايز حاجه ملموسه وحاسس انه المشكله دي اقتصاديه بالاساس، انه دي مشكله دخل، مشكله عدم توفر نظام تعليم جيد، عدم الاحساس بانه مواطن كامل الاهليه في هذه الدوله. يعني العلمانيه اسلوب تفكير ليست ايديولوجيه سياسيه ومش دين، بمعنى ان هي مش نسق مغلق. يعني الانساق المغلقه في التفكير هي بتفترض انه انت ليك حدود بتقف عندها على التفكير، لانه في دايما مطلق انت بتستند ليه، في حد معين بتقف عنده في التفكير. بالتالي العلمانيه هي اسلوب مفتوح للتفكير. نتيجه هذا الاسلوب او منتج هذا الاسلوب في التفكير هو فصل الدين عن الدوله. في تناقض اولي في الطرح، لان النسق المغلق بيغلق الانساق المفتوحه. عندما تقدم اليه مفهوم العلمانيه، فاخذ مفهوم العلمانيه باعتباره فصل الدين عن الدوله وتوقف. ما الذي تقدمه حركه علمانيون لما بعد هذه الوقفه الفكريه او تعطيل الفكر؟ بعد تعطيل الفكر، بمعنى انك توجه الحركه خطابها لجموع الشعب، للمواطن العادي، والمواطن العادي عنده فكره مسبقه او صوره ذهنيه ان العلمانيه هي فصل الدين عن الدوله كايديولوجيا وليست كوسيله تفكير. فكيف تتعاملون مع المواطن العادي؟ كيف تقدمون له انساق فكريه باسلوب بسيط، او كيف تحلون مشاكله باسلوب بسيط؟ اسلوب بسيط، بمعنى انه لو احنا ابتدينا نفهم معنى كلمه مصطلح علمانيه، مصطلح علمانيه باللاتيني سيكولم، بمعنى العالم المتزمن بزمان. العالم المتزمن بزمان معناه انه هذا العالم الذي نحيا فيه، عالم الواقع، عالم الماده. عندما نواجه اشكاليات تتعلق بالواقع وبالماده، اذا نحن نحتاج الى تفكير واستخدام وسائل التفكير لحل هذه المشاكل بما يناسب هذا الواقع، وليس بالاستناد لما هو غيبي. لما بنبتدي نفكر في المشاكل اليوميه بتاعتنا دي، نشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، ايه الاشكاليات اللي بتعوقه، دون ان احنا ننتظر عون من 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 حاجه خفيه احنا مش شايفينها، في الحاله دي احنا هنعرف نحل المشاكل دي، هنعرف نلاقي حياه افضل، هنعرف نعيش حياه افضل. فلما انا بقدم للجمهور العلمانيه، بفهمه انه انت تفكر في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق، وده التعريف اللي بتتبناه الحركه للدكتور مراد وهبه على العلمانيه، هي التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق. بمعنى انه انت عندما تفكر في الامور الدينيه، عندما تفكر في هذا الاله الذي خلق الكون، هل بامكانك انك تفكر باسلوب مادي ام انك تفكر باسلوب روحاني؟ فتستعمل في هذا التفكير اليات مطلقه وليست اليات نسبيه. نحن نتحدث عن اشياء مفارقه للواقع المادي، لكن عندما نواجه اشكاليات تتعلق بالواقع المادي، تلقائيا المواطن المصري في حياته اليوميه بيلجا ان هو يستعمل اليات اللي بتناسب هذا الواقع، الاليات الموجوده في الواقع ده. انا عايزه من خلال الخبره العمليه، ازاي بتستقبلوا ضيوف هذه الحركه، والفكره، وازاي الحوارات بتتم، والافكار، اهم الافكار اللي طلعت بيها الحركه. مبدئيا احنا بقالنا 4 سنين شغالين في الصميم الثقافي، ده النشاط الاساسي بتاعنا. بنعمل ايفنت على الفيسبوك وبندعو الناس بتتفاعل معانا،
بيجوا مرة وبيسمعوا طرح مخالف للي هم اتعودوا يسمعوه. بعد الندوة الناس بتقعد وبنتكلم وبنعمل حلقات نقاشية وبنتناقش مع الناس، قد يعترض البعض قد يوافق البعض، بنبتدي نبسط الموضوع اكتر، بنبسط المصطلحات. ناس كتير جدا اسلوب تفكيرها اتغير بعد ما حضرت الصالون مرة واتنين وتلاتة. اللي احنا بنقدمه كمان انه اي حد فعلا عايز يغير حاجة في البلد دي، اي حد عنده طموح ان هو يشوف واقع افضل خصوصا بعد 25 يناير، ان هو ينضم للحركة دي، ان هو يكون عضو فاعل فيها. المجتمع المصري مجتمع شاب بطبيعته، نسبة الشباب فيه نسبة عالية جدا، وكتير قوي من اللي بيحضروا لنا شباب ومن فئات عمرية يمكن محدش يتخيلها. معانا ناس كمان في الحركة 16 سنة و17 سنة. فانا اعتقد ان احنا يعني متوجهين اكتر للشباب وبنتفاعل مع الشباب اكتر. ربما سن المراهقة هو سن تلقي التطرف الديني يعني للمفارقة، لكن كيف اختلف تقبل المواطن المصري لفكرة العلمانية بعد ثورة يناير؟ هل هناك اختلاف فعلا وبأي درجة؟ اعتقد ان هناك اختلاف، لانه بعد 25 يناير المجال مفتوح اكتر لظهور ناس في الاعلام وفي ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده. بس انا عايز اضرب مثال لفكره المصطلحات. اي مصطلح جديد بيخش المجتمع دايما لازم يواجه بالرفض. في الثلاثينات كان في مصطلح جديد على المصريين اسمه الديمقراطيه. النهارده بعد 25 يناير المصريين كلهم بيتكلموا على الديمقراطيه وبيتكلموا على التعدديه. استاذ الجيل احمد لطفي السيد كان مرشح نفسه في منطقته، ودي منطقه ريفيه، وكان بيتكلم عن الديمقراطيه. فالمنافس بتاعه بكل بساطه راح قال للناس الريفيين البسطاء دول ان الديمقراطيه دي يعني هو ادها معنى مشوه، انه هذا بيتطلب انه الانسان يكون خليع، لا خليع يعني بمعنى اخر. فالناس دي راحت للاستاذ احمد لطفي السيد، حرقت الصوام بتاعه وسقط في الانتخابات. النهارده المصريين كلهم بيتكلموا عن الديمقراطيه بمختلف الطبقات. ده كان في الثلاثينات، الديمقراطيه كانت مصطلح معناه الكفر. النهارده الديمقراطيه الناس كلها بتتكلم عنها، وهذا ما سيحدث مع العلمانيه وهذا ما يحدث مع العلمانيه. ما الذي يجعلك متاكد من هذا؟ يعني ربما عندما تعاملت مع فكره العلمانيه هي فكره مغلوطه، وربما من الاسهل ان تقدم مصطلح اخر غير العلمانيه، لانه زي ما بيقولوا يعني خلاص يعني فقد معناه اصلا في المجتمع. انا اعتقد ان هو ما فقدش معناه، انا اعتقد ان هي كانت المشكله الاساسيه في الفهم المغلوط للمصطلح مش لفقدان المعنى. يعني احنا زي ما قلنا احنا كان عندنا مشكله ان الناس فاهمه المصطلح غلط، واحنا بنوصل لهم المصطلح ده بالطريقه الصحيحه. يعني في كتابات كتيره جدا اتكلمت عن العلمانيه يعني مش لا نهائيه، ولم تدخل لفكره التفكير، يعني كلها كانت بتتكلم عن العلمانيه والثقافه، العلمانيه والدين، العلمانيه والمجتمع، لكنها ابدا لم تتطرق الى التفكير بطريقه مختلفه، ولم تقدم العلمانيه كحل لمشكلات اجتماعيه. فبالتالي هذا المصطلح يعني ظلم كثيرا في المجتمع. صحيح ان هو ظلم في المجتمع، زي ما قلت لحضرتك انه دايما المصطلحات الجديده دايما بتاخد مرحله انه الناس مستغرباها ومش متعوده عليها، الناس بترفضها في الاول، لكن لما بيبقى في نخب بتتشكل في المجتمع، نخب دي عايزه فعلا تشوف التغيير ده وتصنعه، لانه التغيير لا يصنعه الاغلبيه. مفيش في اي مرحله تاريخيه في اي دوله حتى في الدول المتقدمه قامت الاغلبيه بالتغيير ابدا، دائما التغيير ياتي من الاقليات. ولكن النخبه تاثيرها ضعيف جدا في المجتمع. هدف الحركه صناعه كوادر جديده، صناعة نخب جديدة. يعني لفت نظري ان في مكتب تنفيذي للحركة، وبالتالي في متابعة وفي احداث تقومون بها. هل هناك تصور لهذه الحركة فيما بعد على مدى مثلا 5 سنين قدام؟ اعتقد احنا عندنا تصور طبعا مرتبط بالشباب طبعا زي ما قلت اكتر، لانه الشباب هو اللي هيعمل التغيير ده. انشطتنا كل مدى بتوسع، احنا مركزين دلوقتي اكتر يمكن في نشاط الصالون الثقافي، هو ده النشاط الاساسي عندنا في الفتره الجايه. هيبقى في نادي كتاب، شغالين على مشروع نادي سينما، مش كله بس بيبقى عباره عن فكر وفلسفه وعلوم يعني. فاحنا اعتقد ان احنا الكوادر اللي احنا بنصنعها دلوقتي دي ربما يكون منها سياسيين في المستقبل، اعضاء في البرلمان، اعضاء في الحكومه. يعني
ربما منا كتاب، صديقنا احمد سامر عضو المكتب التاسيسي بيكتب في جورنال المقال، جورنال مشهور طبعا، صديقنا ايمن دارس في الفلسفه وباحث جيد في الفلسفه، انا كمان في سبيل ان انا اكتب مقالات، عندنا جورج عيد 17 سنه، يعني هو دلوقتي رئيس اتحاد طلاب المدارس في القاهره، يعني فاعتقد انه في تغييرات كتير هتحصل. ربما أول سؤال سيسأله القادم إليكم، كيف أن العلمانية ليست فصل الدين عن الدولة، وكيف أن العلمانية ليست ضد الدين، وهل أنتم ضد الدين فعلا؟ احنا مش ضد الدين بالتأكيد، احنا ضد فهم معين للدين، ضد الفهم معين للدين يصمم ويقاتل لأن يصبح الفضاء العام، يتم تدين الفضاء العام، بمعنى انه الاعتقاد مسألة شخصية، فهل بالامكان اذا كنا نتحدث عن التفكير في النسبي وما نسبي، انه انا لو عملت دلوقتي قانون مرور، هل انا بخترع العربيات الاول ولا بعمل قانون؟ انا بخترع العربيات وبعدين بعمل قانون للمرور، لكن انا ما اقدرش ان انا اثبت قانون اصلا وما فيش عربيات، لولا وجود العربيات لما تم عمل قانون المرور. بالتالي انت النهارده عايز تعمل تثبيت لحركه المجتمع، هل ما كان يمكن ان يحدث من 1000 سنه يمكن ان يحدث اليوم؟ الزواج في مصر لم يكن موثقا حتى ثلاثينات القرن الماضي، لم يكن الزواج في مصر موثقا، هل معنى كده ان الناس دي كانت منحله اخلاقيا؟ وفي حاجات تانية طبعا كتير في الموضوع ده طبعا، يعني انا اعتقد انه التاريخ دايما بيمشي لقدام، ومفيش دولة متقدمة في العالم مش علمانية، يعني وهذا يعني طرح نتحدى به كل من يدعي من طريقة الاسلام السياسي ان هناك دولة في العالم متقدمة غير علمانية. ربما يطرحون تركيا والعلمانية في تركيا جدلية ايضا، شباب الاتحاد الطريقي وشباب علماني في تركيا، من قاموا بالتغيير في تركيا ومجموعة من الشباب العلماني. لم يتحدث احد في تركيا عندما قام اتاتورك بتغيير اللغه من اللغه العربيه اللاتينيه، ما فيش حد في الاتراك قال انه هويتنا اسلاميه، هويتنا تركيه، نتحدث اللغه التركيه. لم يعد لرجال الدين دور. كيف كان الحل لتركيا قبل وجود الدوله العلمانيه؟ الخلافه العثمانيه، رجل مريض بعد الحرب العالميه الاولى، كم المذابح والجرائم التي ارتكبت تحت اسم الخلافه العثمانيه، هل كان لتركيا ان تصبح اقتصادا قويا دون العلمانيه؟ أشك. يعني أردوغان بنفسه أقر بذلك، يعني ليس ربما ربما لكن أردوغان له إشكالية أخرى. أردوغان نحن ندرك جيدا أنه في نهاية السبعينات قال أن الديمقراطية قطار سوف يعني نركبه ثم نقوم بقلبه، يعني هنقلبه، هنركبه ونقلبه، ويعني هو الآن يتداعى، يعني أنا أعتقد أنه أردوغان لم يتبقى له الكثير. يعني الدين والسياسة هي لعبة قديمة ولعبة في كل المجتمعات موجودة، حتى حزب العدالة والتنمية الخاص بأردوغان يعني تعرض لهجوم شديد من الإخوان المسلمين لما جه مصر وقال إنه تركيا دولة علمانية، بعد ما الإخوان استقبلوه في المطار بالورود شتموا أردوغان وقالوا عليه كذا وكذا وكذا، فحتى أردوغان نفسه عندما أراد أن يمارس قواعد اللعبة في تركيا كان محكوما بالعلمانية. إذن يعني الحديث عن المجتمع يعني كحركة ثقافية، ما يحكم المجتمع الآن ثقافة، كيف تصفها أو كيف يمكن التعرف عليها، وكيف يمكن أن تكون هذه الثقافة قابلة للتغيير مع وجود ركام من الكتب والثقافة يعني والتاريخ الذي يدعم الانغلاق الفكري أكثر مما يدعم الحرية الفكرية، ربما حتى فكرة الحرية الفكرية فكرة مغلوطة جدا في الثقافة العربية. أنا أعتقد أنه ده سؤال مهم، لأنه الأزمة اللي موجودة في مصر عمرها ما كانت أزمة سياسة، هي بالمقام الأول أزمة ثقافة. يعني إحنا بعد 25 يناير كنا فاكرين أنه هو المشكلة هي إحلال النظام مكان نظام سياسي، ولكن الحقيقة أن الأزمة أزمة ثقافية. اللي بيحصل كالآتي، الأنظمة المتعاقبة في مصر بما فيها نظام مبارك استوردت أدوات الحداثة من غير سياق الحداثة نفسه. بالتالي احنا عندنا أجيال دلوقتي مواليد 99 ومواليد 2000 بتستعمل التكنولوجيا دي بشكل لا يتخيله أحد، وناس صغيرين في السن بتستعمل التكنولوجيا دي.
مفيش حد بقى يقدر يمنع حد من حاجة، مفيش حد يقدر يمنع حد انه يقرا كتاب او يتفرج على فيديو او يتفرج على فيلم على الانترنت. اللي بيحصل دلوقتي انه التغيير في مصر تراكمي، مصر مش دولة قابلة للتغيير الفجائي، غير قابلة للتغيير الثوري. فاللي بيحصل في مصر النهارده هو تغيير تراكمي، رغم انف من يدعون ان مصر ستظل هكذا وانه هويتنا هي فقط هوية عربية او هوية دينية، مصر هويتها مصرية والتغيير بيحصل بالتراكم. لم يكن ابدا في مصر حدث انه التغيير الثوري نجح ابدا. لماذا لم تكن الحركة باسم حركة مصريون باعتبار ان هدفها هو الثقافة المصرية والحياة المصرية والتاريخ المصري والمجتمع المصري، واخذت مصطلح ملتبس، عودة عذرا مرة اخرى، يعني كان ممكن اسهل جدا انكم تعملوا حركة مصريون ومش هتكون ملتبسة ومش هيكون فيها مشاكل. احنا قصدنا ان احنا نسمي الحركة حركة علمانيون عشان نأكد على الفكرة دي، وعشان نكسر الحاجز ده كان لازم نسمي الحركة حركة علمانيون، لانه لو فضلنا طول الوقت ان احنا مصممين عن ان المصطلح ده مش موجود في قاموسنا ومش موجود في حياتنا اليومية ومش موجود في حياتنا الثقافية، يبقى ما فيش حاجة هتحصل. احنا مصريون، ما كلنا مصريون، يعني ايه المشكلة، ايه الاشكالية؟ انت مصري وانا اخوان مسلمين ونحن جميعا مصريون، وانا سلفي ونحن مصريون، وانا مسيحي وكلنا مصريون، ايه المشكلة؟ لا، انا عندي مشكلة في الحكاية دي. عندي مشكلة ان انا عايز اتأكد على انه هذا المصطلح لا يعني اللادينية، ولا يعني ما يتم ترويجه من تيارات الاسلام السياسي طوال 40 سنه اللي فاتت. المصطلح يعني بكل بساطه كما يقول الدكتور مراد وهبه، هو التفكير بالنسبي في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق. هناك اشكاليه اخرى خاصه بتاريخ المصطلحات او تداول المصطلحات. عندما نتحدث عن الهويه فيتوارد الى الذهن الهويه الدينيه والهويه العرقيه الى في اول نقطه، يعني عندما نتحدث عن المفاهيم المجرده في الثقافه العربيه كمفهوم الهويه بما هو كائن، هي إشكالية كبيرة على أرض الواقع. سنعود إلى حركة علمانيون بعد هذا الفصل.